السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا
لله ما في السماوات والأرض. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما وأن ما
تجري في البحر بنعمة الله يريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Demikianlah tadi bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim yang telah diperdengarkan oleh peserta yang mewakili Jabatan Kesihatan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Beliau ialah Puan Rosnani binti Muhammad.